السؤال الأخير حقوق الصحفيين. أنا أولا بهذه المناسبة، فلربما المعلومة يعني مش منتشرة كثير، ولكن أنا اطلعت عليها، اللي هي صدور القانون الأساسي للفنان بالجريدة الرسمية لمن يريد الاطلاع عليها، في الجريدة الرسمية رقم 70. وهذا الخبر هذا وهذا يعني أهم أمر كنا ننتظره، مهم جدا، لأن لما نتكلم على 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 يعني قطاع الإعلام وقطاع الفن والسينما والمسرح وغيرها، يعني هم متكاملين، وبالتالي صدور القانون الأساسي للفنان هذا نباركه ونستبشر خير، وإن شاء الله يحقق يعني ما كان يطمح إليه الفنانين. كذلك في المقابل وفي تدخلات النواب وفي رد حتى السيد الوزير بالأمس، قال الأمر يحتاج إلى كذلك أن الصحفيين وكل المهن الملحقة في الحق بالعمل الصحفي تحتاج إلى أن يكون عندها قانون أساسي، وبالتالي الوزير قال التفكير جاري في إعداد هذا القانون، وقال حتى أن الأشغال جارية على إعداد القانون الأساسي للصحفي ومهنة الصحفي. ومن هنا دعني أقول بأن باش يكون عندنا إعلام قوي، سواء كان مكتوب وإلكتروني كما ناقشنا الأمس في مشروع القانون أمس، أو الإعلام السمعي البصري أو نسميه الإعلام الثقيل، لابد توفر شرطان أساسيين. الشرط الأول وهو لابد تكون الظروف يعني المهنية والاجتماعية للصحفي يعني مواتية ملائمة، حتى نمكن الصحفيين من أداء دورهم على أحسن وجه، وتزويد المشاهد والمتلقي بمادة إعلامية، ونرتقي بالعمل الصحفي إلى مستوى الاحترافية، وهذا صونا لكرامة الصحفي وضمانا لحقوقه المهنية والاجتماعية. هذا أمر لابد منه.